ردينا على الأسبوع الفات والنازل ما استطاع أنه يقارع الحجة بالحجة ولا يقدروا يناقشوا لأنه أصلاً المؤتمر الشعبي ما عنده منهج. والعطالة جابون ديل واحد أظنه قال له كم سنة كان قاعد في ماليزيا، ده عارف أنه جابوه بالطيارة وباعوه بالخسارة، عارف أنه الودة. وناظره بدري في جامعة أم درمان الإسلامية كلية الهندسة، والحمد لله شبهاته بطلت وانتهت، ما عندهم حاجة. كل كوادر المؤتمر الشعبي كوادر يعني ما عندها لا بتقرأ ولا عندها فهم ولا عندها علم ولا أي حاجة. وكل هؤلاء الكوادر ناقشناهم في الجامعات، ما ناظروا ناقشوا، وإنسان في النهاية ما عنده حجة. لأنه أنت لما تجي تتكلم عن مسألة في الدين، نحن بنعرف أنه الدين ده سموه دين، الدين ده سموه دين لأنه أنت بتستند في فعلك لهذا الأمر أو تركك لهذا الأمر بتستند فوقه على دليل شرعي من كتاب الله عز وجل أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نفيا أو إثباتا، عشان تقول ده من الدين أو ده ما من الدين، أنت بتستند في ذلك على أدلة من الكتاب والسنة، عرفتها؟ ولذلك يا أخوانا الإنسان ما يقعد ينجر ساكت ويجي يتكلم ساكت. ربنا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فربنا سبحانه وتعالى بيسألك إذا أنت تكلمت في الدين من غير علم، وده الناس مش بيتكلموا في الدين من غير علم، ده الناس بيطعنوا في الدين الترابي والشلة بتاعته ده. طيب قال قصيدة مصر المؤمنة بتاعت البرعي، ندعوك يا الله بجميع عباد الله إلى آخر، ما حكم الشرع في ذلك؟ يا أخواننا من الشرك بالله، لأن الإنسان إذا داير يدعو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل جعل له ثلاثة أسباب شرعية تتقرب بها إلى الله حتى يجيب الله دعاك. داير تقول يا الله يا الله نجحني في الامتحانات، داير ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك. عرفتها؟ فالتوسل بيكون بثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، تقول يا الله يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني. وهكذا التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، زول شايفه معاك في الجامع عقيدته كويسة وتمام، وليس شرطا أن يكون معصوما، تقول له يا فلان ادعو لنا الله معاك. النوع الثالث من أنواع التوسل وهو التوسل بالأعمال الصالحة، صليت العصر في جماعة تقول يا ربنا بأدائي لهذه الصلاة في جماعة وطاعتي إياك اللهم نجحني في الامتحان، اللهم اشفي هذا المريض إلى آخر. أما إنه كون تدخل بني آدم بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ده شرك، وربنا سماه شرك، وربنا سماه كفر. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون، ربنا سماه كفر. فالشغل بتاع الصوفية وكده ده شغل بتاع هوى الساكن. طيب فرصة مفتوحة للمداخلات، لو في مداخل فرصة مفتوحة للحوار. طيب قال السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الانتماء إلى جماعة رسمية إذا كانت هذه الجماعة تدعو إلى الحق، خاصة إذا جوز بعض العلماء ذلك كالشيخ ابن باز وابن عثيمين؟ لعل السائل يتكلم عن أنصار السنة. أنصار السنة ديل حتى وإن عندهم فتاوى من أهل العلم، لكن الناس ديل ما ثابتين على المنهج اللي ظهروا به لهؤلاء العلماء، إنهم ناس بيدعوا للتوحيد وبينوا السنة وكذا، لكن لما جوا البلد دي واشتغلوا بعد ده خشوا في السياسة وبيقوا ما يرضوا في أنصار السنة، زي ما قالهم في أبو زبت هناك واحد اسمه مطر، قال نحن ما بنرضى الكلام في الصوفية، زول ما بيرضى الكلام في الصوفية ده يكون منهجه صحيح، كيف فهمت؟ فده الناس باعوا الشغلة صار السنة ده، فما بيجوز الانتماء. وشوف الجماعات دي هي الفرقة المسلمين،
ما بيجوز جماعة، ولا نحن جماعة ولا منتمين لجماعة ولا ندعوك إلى الانتماء إلى جماعة. وأي زول بيدعوك لانتماء لجماعة ده داري يفرق المسلمين. نحن بنجي هنا نتكلم عن أحزاب منحرفة وعقائد ضالة، نبين ونحذر الشباب من الشر. ما دارين الناس يجوا معانا، دارين الناس يعرفوا الباطل عشان يبعدوا منه. لأنه لو خشيت مع أي واحد من الأحزاب دي تلقى عندهم منهج خربان بورطوك به، عرفتها؟ تخش مع الشعبيين في النهاية تجي المرأة تصلي وراك. أخواننا قالوا الشفيت البيجاي ده قال ليه المرأة ما تصلي بالرجال؟ لأنه الأدلة قالت المرأة ما تصلي بالرجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القومة أقرأهم لكتاب الله. طبعا بيقول لك الدليل وين؟ الدليل في القوم. القوم يا أم القومة أقرأهم لكتاب الله. ربنا سبحانه وتعالى شوف في سورة الحجرات قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر شنو؟ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ها في مقابلة القوم ربنا جاب شنو؟ جاب النساء، ولا نساء من نساء عسى أن يكون شنو؟ خيرا منهم. فما بيجوز المرأة تصلي بالرجال. وما يعرف في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم امرأة لتصلي بالناس، ولا واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قدم له واحدة من الصحابيات عشان تصلي بالناس، وإنما كانت المرأة تأم النساء. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تأم النساء، وإذا أمت النساء كانت تقف في وسط الصف. دي المرأة بتقف كده، لكن الشعبيين دارين المرأة تقف قدام، ودارين المرأة تصلي جنبك زي ما قال الترابي في اللقاء بتاعه مع طارق كبلو، فهمت؟ قال لا، قال المرأة تصلي مع الرجل واحد، فهمت؟ تصلي معه في الصف واحد. فده ده أخواننا من الاستهزاء بالشريعة ومن الاستهزاء بالصلاة. وربنا سبحانه وتعالى قال في صفة أهل الكتاب المجرمين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكون الإنسان يجمع بين الرجال والنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، شيء مغروس في الفطر إنه ما دام المرأة الأجنبية قاعدة مع الرجل الأجنبي إنه في فتن، فهمت؟ إلا يكون إن فقد شرط من الشروط تحت الرجولة والأنوثة. أنت يا ترابي لو ما شاد حيلك قاد بوبينا معلش، فهمت؟ لكن الناس زي الرجال، راجل ما بيقعد مع مرأة، قعدت مع مرأة في فتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم. أنا أصدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصدق اليتامى ديل؟ أصدق منه؟ صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأي زول بتلقاه عارف الشغلة دي، ولو قرينا الواقع ده كله بتلقاه للأسف الشديد كثير من الشباب تلقاهم الفتنة دي عاملة لهم مشكلة كبيرة. هسي في ناس ما شاء الله، في ناس بيشكوا وبيتجيهوا لأنه أصلا متعودين، لكن في ناس تلقاه لو رجع الحلة ولا كده تلقاه بشتنة شديدة خلاص. لكن مما يجي يخش الجامعة تلقاه واقف في المراية نص ساعة، فهمت؟ وبعد ذاك تلقاه يا زول بعين الشراب يكون مع النظارة، ولا الكفر بتاع الموبايل يكون مع الحزام، فهمت؟ وتلقاه القلم بتاعه يكون مع البنطلون، يكون مجهز الشغلة. ليه يعني؟ ليه بيلبس كويس؟ ليه؟ سؤال. تلقاه لابس كده ليه؟ وتلقاه ما بشتن، فهمت؟ لما يكون برا الجامعة ومع الجماعة بتاعنه تلقاه ما بشتن، لكن هنا تلقاه ظريف ظرافة لما ما تعرفوا ذاته، فهمت؟ وأسي تمشي الإسلامية هناك، إسلامية زول تلقاه مرة فردة شمال ومرة فردة بيجاي، فهمت؟ أنا الإسلامية دي قريت فيها كويس. أنا دي بتمش بس سهلة، بس بتغمد وتمش، وفي النهاية الشغلة تاني دخلوا فيها بنات وكده، ناس الإسلامية ذاتهم بيقوا يجيهم كويس. فالشغلة دي يا زول فتن يا زول. أسي شفت لك واحد من الفنانين بيتغزل بأولاد ميكي خليك من الرجال، حصل شفته؟ ما دي فتنة يا ناس، دي ما فتنة. النسوان ديل واللي بتلقاهم قاعدين جوز زي حجار البطارية ديل، موضوعهم شنو؟ اللي بتلقاهم قاعدين ديل فهمهم شنو؟ داري شرح لها فيزياء ولا شغال معاه معمل ولا شغال معاه ورشة، الحاصل شنو؟ فهمت؟ كله شغل بتاع هوا ساكت يا أخي. تلقى في بعض المحلات المعمل تلقاه 10 دقائق، جماعة تلقاهم قاعدين 3 ساعات، ولا ما في الكلام ده؟ ما في برضو
يعني في بعض المحلات يكون عندك جهاز معين دار تقيس به وشغلة معينة، واحد تلقاه مرضان بس جاري للجروب بتاعت البنات فهمت، وتلقاهم في الجهاز لما الجهاز ذاته لو يتكلم يقول لهم يا ناس ما خلاص قفلوني كويس. السبب بتاع الكلام ده شنو؟ لأنه دي فتن بين الشباب اللي بيكون مالي مركزه فهمت، وكونه تحصل لك كونه يحصل لك فتنة ذاته معناه أنت ما شاء الله شغال كويس والله جد، معناه السنسر بتاعك لاسي ما شاء الله شغال. لكن لو بيجي زي العلاق ديلك يقول لك زي أختي بقعد ساي أنت مسكين ساكت داير لك مجانيته أنت وسخ فهمت. فده الناس علاق ساكت يا أخ ما تقعد تسمع الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها شنو؟ آخرها. وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. أخير الصف في الرجال الأول وفي النساء شنو؟ الأخير. لأنه دي الفتنة. وإذا كان ده في المساجد يا أخوان في أفضل البيوت التي يعني يزيد فيها الإيمان وكذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى قال المرأة أخير لا تمشي ورا هناك، كافنا في الجامعات كويس. وإذا كان ده في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال خرج الرجال والنساء عقب صلاة بعد الصلاة، قال فاختلط الرجال بالنساء. عشان ما يجيك واحد يقول لك الاختلاط ده ما في، ده مصطلح جديد في قاعد فهمت. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ليس لكن وسط الطريق وإنما لكن حافة الطريق. قال فكانت المرأة تلتزق بالجدار قال حتى يمزق ثوبها من شدة طاعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت. يجيني واحد حيوان يجي داري يساوي لي في الصف، تساوي لي في الصف وانت تاني بتصلي انت، وانت براك لما تكون قاعد بجاي مع الرجال دين فهمت، بيجيك ابليس ويشغلك ويذكرك المرة ديك او فلانه دقت لك ولا بتكون ركبه المواصلات ويا ربي بتستناك لغايه ما تصلي. وبعدنا بعد مرات ناس بيكونوا بيصلوا عشان الموضوع ده بيخلي الصلاه فهمت. تجي تقول لي دار تجمع بين الرجال والنساء في المساجد شغل بتاع فساد من الاولاد المجرمين الشعبيين دي، وهم الناس اللي بينكروا السنه ذاتهم. لو قلت لهم امامه المراه دي عند الترابي وعندكم ثبتت بشنو؟ ثبتت بحديث واحد في الاحاد واحد، لأنه الأحاد ثلاثة أنواع يا شعبي لو اختبرناك هنا بتفشل فهمت؟ بحديث الواحد بواحد، والواحد ذات العلماء تكلموا فوقه في الإسناد بتاعه، واحد اسمه الوليد ابن جميع، واحد ثاني اسمه عبد الرحمن ابن خلاد، فيه اثنين العلماء تكلموا عنهم فهمت؟ وفي النهاية الحديث بصح. لكن يا أخواننا ده يوريك إنه المنهج بتاع الجماعة ديل هو منهج متناقض ومنهج بتاع هوى. عشان كده ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. زول الإله بتاعه الهوى بتاعه بس، محل ما يلقى الهوى بتاعه في مكان بيمشي معه. طيب قال كادر المؤتمر الشعبي القرآن قطع الثبوت وظني في بعض دلالته، والسنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة. طيب أنا بديك أحاديث في السنة وريني ظنية كيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، يعني يمكن يكون الأعمال بالنيات يمكن يكون ما بالنيات صح؟ ده ما ظني صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، ها أنت عندك بني على كم يا شعبي؟ ده ما سؤال ظني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين والحرام بين. النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وغيره من الأحاديث. هنا وين الظنية؟ الواحد بيحفظ له معلومة بيكون فيهم نصة ويجي يتكلم بربعه ويفسرها بالربع الأخير وكلام ذاته جاي ما فاهم أي حاجة فهمت؟ طيب قال الزمن الذي دونت فيه السنة كان زمن فيه مشاكل ونزاعات سياسية. أها نعمل له شنو يعني؟ قول فيه نزاعات سياسية. أها في شنو يعني؟ هسي الليلة أنتم مش قاعدين تقروا هندسة ومدنية وما أعرف ليك وين الأقسام كلها هنا. بعد تتخرجوا وتمسكوا شهاداتكم لو في واحد داري يجيبني لي عمارة
او يصلح لي عربيه او يشوف لي خريطه او غيره، بيجي بقول لك انت متى تخرجت بتين؟ والله تخرجت 2017. كان في نزاعات سياسيه، شرط الشهاده بتاعتك دي وبالله واشرب مويتك. ده فهم بيخش في راس بني ادم، ده فهم بيخش في راس بتاع بني ادم، عشان تعرف انه زول بليد. بعد مشى ماليزيا ما استفاد اي حاجه، جاء ابلد مما لو كان ما مشى ماليزيا. زول بليد خلاص ياخذ موضوع. اول حاجه السنه دي دونت، السنه دي دونت في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان كده قريش لما جات لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: وكنت اكتب عن النبي عليه الصلاه والسلام كل ما اسمع. فقالوا: اتكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ قال: فتركت الكتابه زمانا، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حقا، واشار الى فيه عليه الصلاه والسلام. فدات كتبت هناك. علي بن ابي طالب في صحيح البخاري ساله قال له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لم يخصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا ما في كتاب الله. يعني زينا وزي المسلمين، ما خصانا بحاجه. وما في هذه الصحيفه؟ قال: فاذا فيها العقل وامور اخرى. العقل بتعرف العقل شنو؟ العقل معناه الديات، فهمت يا شعبي؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، انت يا شعبي قلت ما بتؤمن الا بالقران. طيب المشاكل السياسيه اللي كانت قبل اكثر من 1200 سنه ثبتت عندك كيف؟ هل ثبتت بالقران ولا ثبتت عندك بالتاريخ وبالرجال؟ اذا قلت لي ثبتت بالقران، وريني المشاكل السياسيه دي كانت فيها تصوره، فهمت؟ واذا قلت لي ثبتت بالتاريخ، بقول لك بس انت قبل قلتها السنه ظنيه الثبوت، يبقى من باب اولى نشك في التاريخ بتاعك ظني الثبوت، عرفتها؟ فده ذو المتناقض ويهدم منهجه بنفسه، يهدم منهجه بنفسه. طيب قال: السنه فيها اختلافات كثيره وخلافات في النصوص. زي شنو يا شعبي؟ ما يزال ممكن يطلق يعني ادعاءات عريضه وما يقدر يقوم عليها ادله. زي شنو يعني السنه متناقضه او السنه فيها خلافات كثيره؟ زي شنو يعني؟ زول ذاته زول عجيب وما عارف نفسه بيقول في شنو. انت ماليزيا دي كنت شغال شنو ذاته؟ طيب قال: السنه اغلبها جاءت احاد ظنيه ما قطعيه. طيب انت فيثاغورسي ده جاء متواتر؟ ده ما سؤال. هل بتؤمن بفيثاغورس ولا ما بتؤمن؟ ها يا ما تقعد تنجر لينا ساكت، ما تقعد تنجر ساكت يا اخي. فده يا اخواننا كله كلام بتاع صفصه ساكت. الواحد خبر الواحد ده معمول بيه، الانسان يعمل بيه في ابسط الامور، في ابسط الامور. النبي عليه الصلاه والسلام لما رسل الكتب الى قيصر والى فارس كان بيرسل رجل واحد، النبي عليه الصلاه والسلام. ولو كانت الحجه ما بتقوم بخبر الواحد لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا ولا ارسل رسلا كثيرين، فهمت؟ فما في اشكال كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل واحد، ده ما فيه اشكال، عرفت؟ والنبي عليه الصلاه والسلام رسل ابو هريره وهو واحد في الحج ينادي في الناس: الا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام رسل به ابو هريره. والنبي عليه الصلاه والسلام رسل معاذ الى اليمن قال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله، وذكر شرائع الاسلام والاركان، عرفت؟ فلو كانت الحجه ما بتقوم بخبر الواحد لما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وانسانا واحدا حتى يدعو اهل اليمن من اليهود والنصارى وغيرهم، يدعوهم الى الاسلام، ثم تقوم الحجه عليهم بذلك، ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويضرب عليهم الجزيه لمن لم يؤمن، ويدخل من يدخل في دين الله، وتكون عليه شعائر وفرائض الاسلام. ولذلك يا اخواننا ده عباره عن شغل بتاع ماسونيه، هد للدين وهدم للاسلام وانكار للشرائع، لانه لقوا التراب بتاعهم انفضح. الناس عرفت التراب زول كذاب، زول حسود على الصحابه،
زول بيتكلم حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قال شيخ شيوخ الحركة الإسلامية، قال الترابي قال يفتكر نفسه إنه نبي، ده شيخ شيوخ الحركة الإسلامية قال نفسه نبي الترابي، قال وقد وهو قال يمشي في طريق جدي حمد ود النحلان، ناس حلة ود الترابي بيجاي قبل الكاملين بيعرفوها عرفت، وحمد ود النحلان قاعد في طبقات وضيف الله، ده ادعى النبوة فهمت، ومسكوه في مكة وكتلوه، ده جد الترابي ذاته، زي ما قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا جنوه فاجرا كفارا، فهمت؟ ذرية سيئة جدا فهمت؟ فده شغل بتاعهم، ده شغل بتاع الترابي وجده والعولاق بتاع إنهم ديل. طيب قال القرآن لا يحتاج إلى رجال للدفاع عنه، وربنا سبحانه وتعالى نقل لك القرآن بشني يا ترابي لي، ترابي لي أنت صحابي؟ أنت صحابي؟ ما صحابي. طيب هل القرآن نزل عليك أنت؟ ما نزل عليك أنت، جاك عن طريق منه القرآن ده؟ جاك عن طريق الصحابة يا عن طريق الرجال، جاك عن طريق الرجال فهمت؟ فيبقى إذا كان الحجة ما بتقوم بالرجال، ربنا سبحانه وتعالى كان بيخلي الرسل يقعدوا لغاية يوم القيامة، لو كان الحجة ما بتقوم بحفظ هؤلاء الرجال للدين من القرآن ومن السنة ومن الأحكام ومن الفقه ومن السيرة ومن غيرها من العلوم، لا لا لجعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، لكن النازل بيتكلموا ذاته كلام، بس الواحد داري يجيب له حاجة مشاترة عشان يقول لك يا سلام بالله شوف الود جدع كيف، بس داري يجيب له شيء مشاتر، ها الدائر يظهر يلبس أحمر، بس شيء مشاتر، صح غلط ما صح ما غلط ما عليه، بس كونه زول ده الناس تشير له بالبنان، زي ما جاء في بعض كتب الأدباء إنه في واحد الله يكرمك مشى ما زمزم بال فوقه، قال له يا زول ده شنو ده، قال أردت أن أذكر ولو بسوء، يقولوا فلان ود علان ده والله عمل عملية كبيرة إن شاء الله ينبزوني، قال يا زول الشغلة دي ما كده يا زول، الشغلة دي فيها آخرة يا شعبين، لو بتؤمنوا بالآخرة الشغلة دي فيها آخرة وفيها سؤال، شوف الزول مهما يلعب في الدنيا دي يقل أدبه فهمت، يمشي حفلات يسوي أي حاجة، لكن ما تلعب بالدين يا أخي، الدين ده ما تلعب به، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بذلك، ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وربنا زل التراب والشل المعاو بيقوا تعبانين، زمان الشعب الشعبيين والعواليق دين كانوا البلد دي ماسكنا شبعانين فهمت، ويقلوا في أدبهم فهمت، وعاملين بيوت الأشباح، الليلة الشعبيين اللي بيتكلموا عن الحريات والخروج على الحاكم، أمسك من 2000 والتراجع لورا، الترابي عامل للناس بيوت الأشباح، تتكلم في الحاكم بيقبضوك بيدخلوك جوا يقلوا عظافرينك ويسوي لك حاجات ما كويسة، والله الكلام ده ما أمشي هذا للناس اللي قدامك، ده الترابي، ده الترابي والشلة بتاعته كويس. طيب انت الليلة بتتكلم عن الحريات ليه؟ تتكلم عن الحريات ليه؟ لكن يا اخواننا ده كلهم عشان جدعوهم برا، ربنا زلاهم، الشعب ده ما زيه زي الكوز لكن بس ناقص قروش، ها تفاضل تفاضل المؤتمر الوطني بديك مؤتمر شعبي، ها وتختزل المؤتمر الوطني بديك مؤتمر شعبي فهمت، ما زال دار قروش بس، لكن نفس الفكر ونفس العقائد، الليلة الشعبيين دارين يجي يتكلموا عن الظلم ودارين يجي يتكلموا عن الحريات ودارين يجي يتكلموا عن مشكلة دارفور ومن فصل الجنوب ومشكلة المناصير ومشكلة وين ومشكلة وين، انت ما زول الزول السبب ذاته تاع الترابي وشل المعاو الزرع الفتن والبلاوي في البلد دي منه، ده ما الترابي ذاته، الليلة خلاص بقت الشغلانية كعبة، بقت الشغلانية كعبة، لكن نحن اخواننا كشعب سوداني مساكين بننسى سريع، بننسى سريع النوعية ده اول زول يسأله، لأن الترابي قال في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصة أستغفر الله، قال فهمت؟ لخبط الشغلة كلها، لخبط الدين والدنيا، قال ينبغي أن يكون للجنة بابا تاسع أن يدخل منها للفن، أبواب الجنة 8، ترابي داري يعمل له باب تاسع يخش به ناس نجاة غرزة ومحمدية فهمت؟ ويمكن يجي قدام السيرقادور والجماعة كلهم يجوا خاشين بباب الترابي، وقال قال كيف يعبد الطار الله وحده؟ ينبغي للآلات الموسيقية أن توب إلى الله، عشان كده هم بيعتقدوا إنه الواحد بعد ما يحط النبق
إنه دي عبادة من العبادات الخالصة. فهمت؟ عشان كده لو خشيت مقاطع للتراب قاعد يحط في النبك وبيعمل لهم كده يعني زيدوا إيمانكم. فهمت؟ تلقاه قاعد جوا اليوتيوب أوس. فهمت؟ زول لخبط الشغلة كلها لخبط الدين يا أخي لغاية ما فرقة الصحوة دي شالت لحن بتاع غونية عاملينه في المديح شالوه من العطبراوي فتحوا فيهم بلاغ ملكية فكرية. اللحن ذاته عنده حقوق بتاعت ملكية فكرية كويس. بعد مجابدات وجلسات وإن موكلي وموكلتي وما موكلك وكلناكم كلكم فهمت؟ قاموا عملوا جلسة بتاعت بتاعت صلح وكده. فقال يتنازل موكل العطبراوي على أن يكون هذا اللحن وقف لله سبحانه وتعالى. يا ناس دعوة الساكت دي كلها ده سبب شنو؟ سبب الترابي. زمان الصوفية والبرعي والعلاق دل ما كان عندهم حاجة. واحد يأكل مهيوبة تلقاه بيرقص درويش يلف زي القرقور فهمت ويقع ويحط النبق ويأكل الفتة متوم وتحميه والنوم والموضوع انتهى. ده جد ترابي قام جاب لك لهم برامج وجاب لك لهم أغاني بالأورغن وفرقة الصحوة وأولاد مين وأولاد مين نشر بهم الشرك في البلد دي. ترابي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرهم. طيب قال لو لقينا في خلاف بين حديث وآية نرد الحديث. وطبعا ده كلام بتاع جهل ساكن كلام بتاع جهل ها وكلام ذاته بتاع عدم معرفة وعدم علم. قال إذا لقينا لو لقينا في خلاف بين حديث وآية نرد الحديث. عرفت؟ أول حاجة يا أخواننا الحديث والقرآن كله من عند الله. ربنا قال عن القرآن معروف. ربنا قال عن السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا جنو وحي يوحى. وربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن والسنة والكل من عند الله. ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا. يومنا النجي نلقى إنه في خلاف بين حديث وبين آية قد يكون هذا الحديث ما صحيح. الحديث قد يكون ما صحيح زي شنو؟ زي الصوفية بيستدلوا لك إنه الشيخ بيقول للشيء كن فيكون بحديث ناجرين الشيعة قال عبدي إني أقول للشيء كن فيكون أعبدني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. ده حديث نجره مجموعة من الشيعة والعلماء قالوا غير من الأحاديث. الأحاديث اللي بتعظم الأحاديث اللي بيكون فيها طعن في النبوة زي ودي العلماء ذكرها قبل ما يلدوا حبوبة التراب الخامسة عشر. فهمت؟ قبل ما يلدوها وقبل ما يضفروا لها شعرها العلماء نقلوا الكلام ده وكتبوا في كتب. لما تراجع السلسلة الضعيفة والموضوعة بتاعت الشيخ الألباني جاب فيها حديث بتاع خلق قال خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ده حديث موضوع نمرة واحد. نمرة اثنين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه قال وهذا الحديث أيضا يخالف العقل. ليه؟ لأنه قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. قال لأنه أصلا الطين هو مكون من ماء وتراب فما يكون نبي وهو بين الماء والطين. فهمت؟ وغير من الأحاديث وفي أحاديث فيها طعن في النبوة زي يقول لك قدس العدس على لسان 70 نبيا. ده نجر وساكت ده عشان يروج للكيس بتاع العدس بتاعه. قام نجر الحديث ده. وده أخواننا من الاستهزاء بالدين. ابن كثير قال الزول اللي بيتعمد يختلق حديث وينسب للرسول عليه الصلاة والسلام ويعلم ذلك ده بيكفر بإجماع المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قد تلقى حديث ظهروا إنه بيعارض آية أو بيعارض حديث. العلماء قالوا الحديث الأول بيكون حديث عام والحديث الثاني بيكون حديث شنو؟ بيكون حديث خاص. يعني ده عام نهي عام مثلا نهي عام. بعد ذاك بيكون في حديث مخصص له كويس. زي النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن صيام يوم السبت مثلا مع خلاف العلماء في ذلك.
يعني قال لك ما تفرد يوم السبت بصيام. العلماء قالوا لكن في أحاديث فيها أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا أنت صمت يوم وفطرت يوم لابد حيجي يوم سبت تعمل له شنو؟ تصوم فيه صح؟ فقالوا بعض العلماء قالوا هذا من العام المخصوص. وهكذا عرفت أدلة كثيرة جدا تبين ذلك. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن والسنة بينوا إنه من أركان الصلاة أو من الواجبات إنه الإنسان يصلي وهو قائم. جاء في حديث عمران بن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فراقدا أو قال على جنب إذا كان لعذر. فظاهر الحديث لما يشوفه في البداية يقول لك يا زول الحديث ده قال بس الناس تصلي شنو؟ الناس تصلي واقف، لكن الإنسان لو عرض له عارض من مرض أو غيره الشريعة خففت منه. ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر. طيب لو أنا لقيت ميتة والقرآن قال الميتة دي شنو يا أخواننا؟ حرام. وأنا في صحراء وداير أموت، إذا ما أكلت من الميتة دي هل بجوز لي آكل ولا ما بجوز لي؟ بجوز لك آكل. ليه بجوز لي آكل؟ لأنه أنا في ضرورة. يبقى الحكم العام ده إنه أي ميتة حرام ربنا سبحانه وتعالى مرق منه شنو؟ حالة الضرورة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين السمك. السمك لو أنا لقيت لي سمكة ميتة برة هناك بجوز لي آكل ولا ما بجوز لي؟ بجوز صح؟ بجوز لي ليه؟ ما ربنا قال حرمت عليكم شنو؟ الميتة، ما هي داخلة في الميتة. لكن في أدلة تانية يا أخواننا شنو؟ خصصت شنو؟ خصصت هذه الميتة وهذا النوع من الميتة اللي هو شنو؟ اللي هو السمك والجراد. عشان كده يا أخواننا إذا شفت إنه في حديث بيتعارض ها؟ فده يكون من باب العام المخصوص كويس؟ وهكذا أو من باب المجمل المفصل عرفتها؟ أو من باب الناسخ والمنسوخ. قد يأتي حكم ينسخ حكم آخر، ينسخ حكم آخر، وده موجود كثير في الشريعة. الإنسان إذا راجع الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة التي ألفها أهل العلم يجد أمثلة كثيرة على ذلك في السنة النبوية وفي القرآن وفي غير ذلك. من أحكام من أدلة النسخ، ربنا نزل آية في سورة المجادلة إنه الإنسان لو جاء من الصحابة يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكثر الناس المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لو داري يكلمه يقوم يعمل شنو؟ يقدم له شنو؟ صدقة قبال ما يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. صح ولا ما صح؟ طيب الحكم ده قاعد لغاية هسي؟ لا ما قاعد. رفع هذا الحكم ونسخ، نسخ بالآية التي تليها فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. عرفت؟ فيبقى يا أخواننا في أحكام نسخت. عشان كده ما بنقول إنه دي المتعارضات، دي ما بنقول متعارضات، لكن نقول هذا من باب شنو؟ العام المخصوص. زي ما أنت تقول مثلا لا يدخلن الجامعة أحد من أهل السودان إلا طالب، معناه أهل السودان كله ما مفروض واحد يخش، لكن تلقى واحد من أهل السودان شايل له شنطة وفيها التيس كوير دي وخاشي جوا. يا زول أنت من أهل السودان ولا لبنان؟ يقول لك أنا من أهل السودان. طيب خاشي مالك؟ يقول لك قالوا إلا طالب. عرفتها؟ أيوة كده خلاص ده يبقى من العام شنو؟ المخصوص. وده معروف في لغة العرب. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الريح الأصابها الأمم الماضية قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. ربنا قال تدمر كل شيء، ده عام ولا ما عام؟ أي حاجة دمرتها، لكن ربنا استثنى قال شنو؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فما في الزول بيقول الكلام ده إنسان جاهل بكيف يتعامل مع نصوص الشريعة الإسلامية. وده أخواننا نفس الناس اللي بينكروا في الأحاديث بيطبقوا في القانون. الترابي ده ما قرأ قانون. قل له مثلا لو في زول نبى الزول أو يتكلم في زول، طبعا في الشريعة وفي القانون ما بجوز يتكلم لك في زول مسلم كويس، ما بيجوز لك. طيب بيجيك في المحكمة زول يتكلم في زول، وبعد مرات بيمرق براءة. ليه؟ يقول لك لأنه المادة اللي قالت يعتبر
من تكلم في إنسان مسلم أو في إنسان سوداني أو كذا من إشانة السمعة ويعاقب بالسجن 5 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، إلا بعد ذلك في استثناء واحد، إذا كان الكلام لمصلحة عامة، زول بيتكلم في عقائد المسلمين تكلمت عنه، إذا كان في مصلحة خاصة عرفتها، زول داري شاورك لزواج أو غيره تكلمت فوقه، جاء فتح فيك بلاء تقول له فلان ده جاي يتزوج وأنا قمت نصحته، فكده شنو يا أخوانا؟ كده أنت ما مؤاخذ في القانون. طيب يا ترابلي القانون أن جرى بشر يبقى فوقه ناسخ ومنسوخ ويبقى فوقه مجمل ومبين كويس، وده كلام البشر، كلام رب العالمين وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبقى فوقه. عشان كده يا أخواننا دي الناس أول حاجة بيجي يتكلم لك بالعمومات، تكلم بالعموم وما بجيب لك نمازي. طيب قال حد الردة لم يثبت في القرآن، وهم يعطلوا القرآن من أجل السنة. نحن ما بنعطل القرآن من أجل السنة، لكن نحن بناخذ بالسنة لأن القرآن قال لنا أخذوا بالسنة. ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس شنو ما نزل إليهم، ما نزل إليهم ده القرآن. طيب الذكر ده حيبقى شنو يعني؟ حيبقى سنة. ربنا قال وما آتاكم الرسول، ده قرآن ولا سنة؟ ده قرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل ربنا جعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجاءت جملة شرطية لإفادة أنه ليس مطيعا لله من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كل الناس بيحفظها، يا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. دارين الشعبين يجي يجوطوا للمسلمين عقولهم وأديانهم ويمرقوك برا الإسلام وبرا الدين. طيب فحد الردة، الحد بتاع الردة ده ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. فإنت إذا رجعت وارتديت بعد الإسلام أنت مركت بر الدين، مركت بر الدين، وحل مالك وحل دمك للمسلمين، يناقشوك ويقيموا عليك الحجة، إن أصريت يقطعوا لك رقبتك. لكن لأنه ديل جو بالردة كلها ما دايرين الناس يتكلموا عن حد الردة، لأنه الواحد فوقهم خايف. أنت ما لك خايف من حد الردة ده، عرفتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. زول خلى الدين ده طوال شنو؟ حل قتله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء الزنادقة وقالوا له أنت هو قال لهم هم نو، قالوا له أنت الله. طوال علي بن أبي طالب قام خد الأخاديد ولا عليهم النار كويس. فلما سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال لو كنت أنا ما حرقتهم بالنار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. قال ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من الأحاديث أيضا التي تبين إن الإنسان المرتد يقتل، ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت رجل أعمى، زول أعمى كويس. طوالي النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام جاء المسجد وسمع أن امرأة قتلت، فنشد الناس من قتل المرأة أن يخرج، فخرج ذلك الأعمى يخط الناس حتى وقف على المنبر فقال يا رسول الله كانت تقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، أو كما قال عرفتها. بعد ذلك قال فضربتها فقتلتها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وجعل دمها هدرا لأنها شنو؟ ارتدت.
كويس، وأدلة كثيرة جدا ذكروها العلماء. أما ديل دارين يجي يقول لك ردة ما في، ردة ما في، وش يعين لو أنت خليت المذهب بتاعهم بيقول لك أنت مرتد؟ هسي أنا لو كنت مؤتمر شعبي وجيت وقفت هنا قلت لهم يا ناس المؤتمر الشعبي باطل، بيخلوني؟ بيخلوني؟ ما بخلوك. لو أنا بقيت كوز وجيت وقفت هنا قلت والله لا كيزان أنا كنت معاكم وحفضحكم، بيخلوني؟ ما حيخلوك. لو بقيت أي حزب من الأحزاب القاعدة دي ومرقت منها ما بخلوك. يقول لك هاي ده صح كان معنا لكن مرق انتكس، يقول لك انتكس في شنو يا زول؟ ده يا دوب يصلح، فهمت؟ فالردة دي موجودة، الردة دي موجودة في كل الديار وفي كل الأديان، الردة دي موجودة، عرفتها؟ ونحن ما بهمنا الأديان كثير، بهمنا دين الإسلام. زول طعن في الدين جاب ناقد من نواقد الإسلام ده بيمرق برا الدين. أسئل ليلة أنت الوضو، الإنسان إذا متوضي وتمام وأخرج الريح ده بجوز له يصلي؟ ها؟ ليه؟ لأنه ارتكب ناقد من نواقض شنو يا أخوانا؟ من نواقض الوضو، من نواقض الوضو، كويس؟ فالنواقض موجودة، والإنسان إذا ارتد عن الدين ده حد يقتل طوال. طيب قال أنتوا بتقروا السنة، طيب ما تقروا سياسات الترابي يا تفيهم النافعة فين يا تا؟ الترابي ده سياسة النافعة وينها؟ زول جغالا نحن دارين الإسلام ودارين الدين والمشروع الحضاري، وكان خلاصة المشروع بتاعه إنه أولاده شالوا كرفسوا جدعوا جوا، أسي يا سياسة الناجحة دي، يا سياسة الناجحة للترابي. الترابي ده ما عنده حاجة، فهمت؟ ما عنده مشروع واحد ناجح، إلا إنه كان لما يمشي الولايات الجبهجية كان بيستقبلوا يضربوا له الشجر والحيط والأشجار يضربوه إلا بوهية، لكن تاني ما عنده أي برنامج ناجح، فهمت؟ فزول الببار الترابي ده بوديه والكوشة، والله تباري الجداد وديك الكوشة. قال السلفيين قالوا الترابي ديوث لأنه قال المرأة تصلي بالرجال. شوف مش المرأة تمشي تصلي بالرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال الديوث ده الذي يرى المنكر في أهله ويرضى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كمان تجي تصلي بالرجال. يعني لو انت عندك اختك وشفتها خالطه لها مع واحد، او واحد بيتكلم معاه او بتراسل الرجال، فهمت؟ وانت عامل فوق الود، يعني الود متحضر وادي حريات شخصيه، انت ديوث، عرفتها؟ فكيف لما تجي تخليها تمشي تقف قدام الرجال والدياثه تبقى كيف يعني؟ ها عليك الله، الرجال القاعدين في البلد دي شد كملوا لغايه ما تجي واحده تصلي بينا. وفي واحد تبع الترابي اسمه مين كده، جابوه في جريده اسمها وجه النهار، قال يعتبر ان الترابي نبي من الانبياء، ده واحد تبع الترابي من الشله بتاعته، وقال ده سمى له ثلاثه نسوان من المؤتمر الشعبي، قال واحده المفروض تصلي في مسجد الشهيد اللي بيصلي فوق الكاروري ذاك، واحدة تصلي في مسجد بتاع النور بتاع كافوري، وتاني مسجد حاج نور بيجاي في اسمه شنو المحلة البيجاي دي اسمه شنو المعمورة، كويس؟ قال تجي تصلي بهم الجمعة، يعني تخيل تكون بتحضر وبيجاي ديك يا ناس في جمعة دي تاني دي ما جمعة ذاته. ها الناس اللي بيلعبوا بالدين لعب شديد، الناس اللي بيلعبوا بالدين لعب شديد، وكلام كله لا فيه دليل، لا فيه حاجة تخش المخ، لا فيه احترام لدين، لا فيه احترام للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الشعبين دول حصروا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه خدت لنا القرآن ده وما شفات وقال لنا عوسوا زي ما دايرين، ده ما كلامهم كده؟ وسووا فيه والدايرينه وافهموا بطريقتكم وطبقوا بطريقتكم، وأي زول يفهم على كيفه؟ ده مش هو خلاصة دين الشعبين، ده خلاصة الدين بتاعه. فرصة مفتوحة للمداخلات، ما في شعب يخش؟ شعب يخش ما في؟ المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فات أخواننا اشتغلوا هنا جماعة ديل كورك وما قدروا يخشوا، قاموا مشوا اشتغلوا في محلهم ذاك. أنت بتخش ليه ذاته؟ أنت بتخش في موضوع زي ده ليه؟ وقت أنت ما قادر عليه، عرفتها؟ ما بخشوا يدخلوا، وقالوا أظن خشوا لأنصار السنة ولا شنو؟ خشوا لهم بيتين، خشوا لهم بيتين، يعني نلبد لكم نعمل لكم هناي كمين ويوم انصار السنه ولا شنو؟ ها؟ خشوا لهم مش؟
احنا ما شغالين منبر، احنا دارين انهم يخشوا هنا نقسم معاهم المنبر ده. كويس، ما في مشكله، ما في مشكله. لكن يا اخواننا، لكن يا اخواننا، عشان تعرف انه صاحب الهوى لما يلقى الزول اللي بيناقشه وبيكسر له حجته ما بيجي عليه، ما بيجي عليه. ونحن اليوم هذيك جبنا لهم ساونات، عرفتوا، وجبنا لهم كاميرات، وجبنا لهم حاجات عالميه جدا، وفتحنا لهم فرص، وقلنا لهم بنقسم معاكم المنبر خمسة دقائق خمسة دقائق. مشوا يكوركوا وقالوا، ومشوا حرشوا مين وحرشوا مين، وقالوا دارين يجي يضربوا المنبر، ونحن عندنا مشكله، قال بتاع الساون لو ما قفل ساونه، فهمت؟ المين بتاع ساون خاف على ساونه ومشى. لكن قلنا لهم كان تجربوا يا الشعبين عشان تعرفوا الحاصل شنو. فرصه مفتوحه للمداخلات. قال تقصير الإزار ده كان في زمن البادية، كان في زمن البادية. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، لا ربط ببادية ولا ما ببادية. قال وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ فده حديث أنت بتستند في دينك على حديث، مش إنه الكلام ده قالوا وين ولا ما قالوا وين. قال لو قال لو قال طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاسكيمو وقال لنا البسوا صوف، بتلبسوا صوف؟ هاي بلبس صوف. مش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالوا منه؟ مش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بلبسوا صوف. يا اخ طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم دي فيها بركه. حذيفه بن اليمان، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لما قال له اذهب فاتني بخبر القوم، عينوا كويس وقال له انت تمش، حذيفه بن اليمان قال وكان البرد شديد، برد شديد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة. كويس، لما حذيفة قال، حذيفة بن اليمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم، قال فلم يكن هناك بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام ده كيف، عشان تعرف انه كان جو صعب وبرد شديد وريح شديدة، والمسلمين كان القوت والمؤونة بتاعتهم قليلة. بعد ده حذيفة بن اليمان قام مشى يجيب بخبر القوم، قال فلما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم صرت أمشي في مثل الحمام من الدفو. الحمام يعني زي بتاعنا بتاع الساونا ده، قال بقيت أمشي في دفو لغاية ما جاء بخبر القوم جراجع. قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فلما نمت وجدت البرد. شوف الكرامة دي كيف، لما جراجع لقى البرد كويس. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا نومان، قم يا نومان، فأخبروا بخبر القوم، وربنا سبحانه وتعالى رد كيد الأحزاب في نحوره. شاهد من الكلام دي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ها يا أخي، الكافر بتاع العظماء 100 ده واحد كافر نصراني كتب له كتاب في أكثر من كم وعشرين سنة بيكتب في الكتاب ده. أول زول كتبه شخصية أعجب بها هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه زول كافر نصراني أمريكي اسمه مايكل هارت ولا حاجه زي دي، مش ها؟ ايوه مايكل هارت. قالوا له ليه بدات بالشخصيه دي؟ قال شخصيه الرسول محمد، ها نحن بنقول صلى الله عليه وسلم، قال شخصيه ما بتتكرر. قال ولا يمكن لانسان ان يكون له دين عمره 1400 سنه وهو كذاب ويتبعه هذا العدد من المسلمين الذين يمكن ان يفدوه بأرواحهم وبأنفسهم، عرفت؟ وشوف الكفار بيقولوا شنو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيك واحد شعبي دار يلخص مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في انه يجيب لنا القرآن ويمشي بعيد، يجيب لنا القرآن ويمشي بعيد. ده الشغل بتاع الترابيين، وده الدين اللي اخذوه هم. طيب، فدي شعيرة من شعائر الإسلام. قال المرأة التي تلبس الحجاب قال عاملة زي الركشة، ودي مجموعة من الدلاقين. الدلاقين دي ما نزلت من السماء، انت قايلها ساكت. دلاقين دي ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء شنو المؤمنين. والشبهة بتاعت الشعب ده دي دلاقين، نفس الشبهة بتاعت المشركين زمان في أكل الميتة. المشركين قالوا اللي بنضحها نحن بيدنا حلال، واللي بيقتلها الله تكون حرام. كيف قالوا ده ما ممكن يا اخواننا، بيجوا ياكلوا في الميته، نفس الشغله بتاعت الشعب ده.
الدلاقين دي شعب نزلها ربنا. ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب أيضا لنساء النبي ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن شنو من وراء حجاب. طيب ربنا علل كده ليه؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الأطهر لقلوبكم ديل الصحابة ولقلوبهن ديل أمهات المؤمنين. والصحابة ذاتهم أمهات المؤمنين ديل لهم أمهات. إذا كان الصحابة الأطهار الأبرار بيكلموا أمهات المؤمنين أمهاتهم ذاتهم ها الما بيجوز لهم يتزوجوهن زي ما ربنا قال وأزواج وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده شنو؟ أبدا. ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ إذا كان الأطهار ديل ربنا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنحنا كيف؟ أنحنا كيف؟ في مجتمع خاصة إنه فوقه الرجال والنسوان مع بعض. الرجال والنسوان مع بعض. وطبعا دي فتاوى الترابي. الترابي يجيك بفتاوى عجيبة. سألوه في جريدة عن حديث إنما لك عن النظر إنما لك الأولى وليست لك الثانية. قال نعم قال هذا الحديث صحيح وغريب إنه يصحح له حديث أحد. قال ولكن الأولى ممكن تكون ساعة تجور فيها نور كده من هناك لغاية ما تمرق بالبوابة الشمالية دي. عرفتها ساعة. طيب أنت فضل فيك شنو ذات؟ فهمت؟ شوف اللعب ده كيف. الترابي جا قال للشعبين بتاعنه قام قال لهم قال لهم لا بأس أن تأخذ أختك من يدها فتحاكيها عن نفسك وتحاكيك عن نفسها ولا بأس إذا تلاقت الأنفاس وإذا وجدتما شيئا فلتفترغا. أداهم فقه ثاني قام قال لهم يا أخي قال لهم الولد إذا قعد مع البيت أكبر حاجة يعمل لها شنو؟ قاموا سكتوا. قال لهم مش يزني بها؟ طيب لو قعد مع الشيوعي بتكفر؟ قال إذن اخلطوهن حتى لا يخلطهن شيوعيون. شوف الفقه ده كيف. فهمت؟ عشان كده الشعب انا قلت لك بيقتل الحفله ها وبيخلط وبسوي وبيعتبر دي عباده من العبادات انه بتقرب لربنا سبحانه وتعالى. فهمت؟ وده كله اخواننا من العبث ومن اللعب ومن الاستهزاء بالشريعه. فرصه مفتوحه. فرصه مفتوحه للمداخلات. حتى لو ما زول شعب يعني. احنا ما تعودنا انه دير الرجال اصلا عشان يجي يناقش. لو في واحد شعبي دار يخش ممكن، لو ما في واحد شعبي ممكن غير الشعبيين يخش يعني ما في مشكلة. لو في طالب عنده سؤال أو استفسار أو حتى إضافة ما في مشكلة يعني. ونحن بنتكلم لأنه في كثير بقت الأسئلة كلها عن الأسلوب. في ناس يقول لك يا أخي وهناي لكن بس ما مفروض يكون بالطريقة دي. ما هو أنا لو بتكلم لي عن زول كويس ما بكون بالطريقة دي. لكن أنا مشكلتي بتكلم عن عينات زي دي، زول داري يطعن في الدين ويطلع إنه الرسول ما عنده أي مهمة. فهمت؟ وداري يطعن لي في الاسلام، وداري يطعن لي في الصحابه، ده انا ما بتكلم معه كويس. يعني كلام مهذب كده واديه مكانه وكده، ده ما يحلم بها، نهائي. شوف الاسلوب ده اصلا ما بيتغير، لانه الاسلوب ده ما احنا محكومين بادله. ربنا قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وشنو؟ واغلظ عليهم. الزول الداري يتطاول على الشريعه وداري يعمل فوق الود، افهم من الصحابه وافهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنه الدين ذاته بيعرف ليه وكده، وهو زول أجهل من الحاء المهملة ده نحن ما بنخليه والله. والله ما بنخليه ونزل له ليك زلة ونطلع ليك زول جهلوت ساكت. أنت ما شفت بقرعة ذاك جابه اسمه مين كده فقيري جابه الشعبين ما عنده مؤهل إلا صلعته دي بس. أفتكر إنه أبو هريرة قال أفتكر إنه أبو هريرة ما ممكن يقعد سنة ونص مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي الكم الهائل من الاحاديث ده. وده زول جاهل. ابو هريره ما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سنه ونص، قعد معه 4 سنة، لانه ابو هريره اسلم في فتح خيبر. الله يفتح راسك يا شعبي. فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم توفي فتح خيبر كانت في اواخر سنه 7 هجرية. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنه كم يا شعبي؟ ما بتعرف، سنه 11. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنه 11، دي كم سنه يا شعبي؟ اجيب لك كالكوليتر؟ ها؟ دي كم سنه دي؟ عرفت؟ ابو هريره لو قعد 6 شهور ديل شد بيحفظنا الاحاديث دي. تقال ابو هريره ما بيقدر عليها؟ لانه ناس ديل كانوا ناس فاهمين.
ناس فاهمين، ناس عرب. الليله انت امشي شوف اهلنا الناس بتاعنا الخلا ديل، دول تلقاه في الخلا ودخلوا مدرسه، تلقاه جاري الناس دي شت كاريا وراه حفظ، عرفتها؟ لانه زول على السليقه وعلى الفطره بتاعته. الامام الخطيب البغدادي قال الانسان دائما لما يكون بعيد من الملهيات وخاصة المعاصي وبعيد عن مواطن الانشغال، قال ده بيحفظ تمام. عشان كده لما بدأ يوصي طلاب العلم، وده بدري الخطيب البغدادي ده في القرن الرابع الهجري، قال لك لما تجي تحفظ حتى في قرايتك الأكاديمية دي، لما تجي تحفظ ما تحفظ في محل بتاع انشغال، تقبل على حيطة وتحفظ، ما تقف لك جنب شجر، يعني زول بتلقاه بيقرأ جنب الشجر ها، يعني لاحظ للموضوع ده، تكونوا قاعدين شلة من الدفعة قاعدين تشرحوا في 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 مادة من المواد، وتكونوا قاعدين قدام الشجر، الناس بيكون بدوا في المعادلة، بعد شوية بتلقى نفسك سرحت مع الدبرك، تجي راجع تلقاهم تم الإثبات، يا ناس أثبتوها بتين، لأنه ده قال لك ده محل بتاع انشغال، قال لك ما تجي تحفظ في أماكن بتاعت خضرة وأماكن بتاعت موية، فهمت؟ لأنه بيشرد الذهن بتاعك، والمحلات دي بحبوها الشيوعيين بس ما بحبها زول تاني، لأنه بلفوا فوق الخضرة. وعبدت الشجرة يا سلمى لأن الشجرة ظلاكي، وعبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماكي، وعبدت الله في سري لأن الله سواكي. لما عبد الله عبده تحت تحت، فهمت؟ فأنت قال لك ما بتمشي للمحلات دي. وكذلك المعاصي، تلقى إنسان ما شاء الله المزلة شرحها للدفعة كلها كويس، بعد شوية جات بنية قام تابعها ببصره، خش الامتحان المزلة طارت منه، سببها شنو؟ سببها معصية من المعاصي. المعصية دي بتشيل منك، النظر الحرام ده بشيل منك، النظر الحرام ده بشيل منك. عشان كده الزول اللي بيكون في البادية ده ذاكرته بتكون فاضية، انت الذاكرة بتاعتك كلها بتكون ملانة صور وفيديوهات، بتكون شايلة مساحة كبيرة. المعالج بتاعك ذاته عشان يعالج المعلومة، المعالج عشان يعالج المعلومة بيلقى صعوبة شديدة جدا، فهمت؟ واحد يقول لك والله يا اخي، يقول لك البت دي القاعد معاه دي، يقول لك انا ما بقدر اقعد معاه، لما نجي الجامعة وتكون ما فيشة أنا بكون ما عارف أي حاجة، يقول لك ما قادر أتنفس، مالك في شنو؟ فهمت؟ ده ما السبب بتاعه، ده السبب بتاعه يتعلق بها، فهمت؟ عشان كده يا أخواننا زول اللي بتلقاه زول يعني زول ماشي تمام، زول بعيد من المعاصي، بتلقاه زول ناجح، زول ماشي لقدام. أما زول بتاع اللخبطة ده بتلقاه تعبان، لو حفظ حاجة ذاته يقول لك والله راحت من نحفظها بجاي وتروح بجاي زي ساقية الجحا كويس؟ ده سبب المعاصي والبلاوي. فناس ابو هريره ديل رضي الله عنهم اول حاجه طبيعتهم كانت طبيعه عربيه، ناس لا بيعرفوا الكتابه لا بيعرفوا القرايه، اميه، كانوا بيسجلوا كيف؟ كان بيسجلوا بالذاكره بتاعتهم. الامام عامر ابن شراحيل الشعبي ده من ائمه السلف، قال ما كتبت سوداء على بيضاء منذ ان طلبت العلم، ده بس كان بيحفظ كده بس، عرفتها؟ كان بيحفظ كده بس. الإمام الشافعي رحمه الله كان لما يخش السوق بيخط شنو؟ بيخط القطن عشان ما يسمع الكلام بتاع ناس السوق كويس. وغيره من 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 العلماء العرب ديل كان بيحفظوا بالسجية، والناس كلها بتابع عارف القصة بتاعت الأصمعي والجماعة ديلك، وقالوا له الخليفة ده بيجي ما يدينا قروش وكده ونمدحه، واي خليفه نقول اي قصيده نقولها له بيقوم بيحفظها. القصه معروفه بين الناس، لانه العرب دي كان سجيتهم انهم ناس كان بيحفظوا سريع، عرفتها؟ ولذلك كونك تتعجب من الكلام ده ما غريب عليك، ما غريب عليك، خاصه اذا كان الانسان يكره هذا العلم. لما انت بتكون بتكره علم معين ما بتقدر تحفظه وتتقدم فوقه، عرفتها؟ عشان كده الزول لما يكون العلم ده يقول لك والله انا الماده الفلانيه دي مثلا ناس مدنيه، يقول لك والله يا اخي انا الانشاءات دي بتكيف لها كيف عجيب، انا بس دار اتخصص فيها بس، يقول لك بس ان شاء الله ما القى فيها قروش لكن بتكيفني، بتلقى فوقه احرز اعلى الدرجات، عرفتها؟ فده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابه كانوا اذا قرأوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، كان الواحد بيبكي من محبته للنبي عليه الصلاه والسلام، عرفتها؟ الواحد كان لما يقرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعظمه. السلف كان لما واحد يقرا الحديث يجي واحد يتشاغل طالب العلم يتشاغل بحبر او يتشاغل بقلم او يتشاغل بالصحف بتاعته
طوالي الشيخ بيخلي الحلقة وبيمشي بيته طوالي عشان يعلمهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه جاي ماشي خاش المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس، فجلس في مكانه إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصده هو. ده تعظيم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ده ما بوقعه واطع، عشان كده ربنا رفعهم. وأما ديل بيعتبروا أنه أحقر الكلام هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا ذلهم مجموعة من الشفتة. ربنا سبحانه وتعالى أخزاهم في الدنيا قبل الآخر. قال السلام عليكم، قال سؤال عن حال الشيخ نايف الصحفي ومنصور السالمي، اليوم عندهم محاضرة في جامعة المغتربين. أنا النازل ما بعرف حالهم والله، ما أعرف حالهم شنو نايف الصحفي ومنصور السالمي، لكن يا أخواننا الإنسان القاعدة إنه زول ما بتعرف منهجه ما تأخذ منه دين. ها؟ تابع لوين ده؟ تابع لجماعة الدعوة والبلاغ؟ جماعة الدعوة والتبليغ ديل مجموعة من الصوفية مكونين من أربعة طرق. بيجوك بيبدوا لك بفضائل الأعمال، بفضل السواك وفضل التطيب وفضل صلة الجار والأرحام، وده من الدين. لكن هم أول حاجة منهجهم منحرف، قايمين على طرق صوفية. نمرة اثنين ما بينوا للمسلمين المشكلة الأساسية بتاعت العقيدة. احنا مشكلتنا في البلد دي مشكلة بتاعت شرك، ومشكلة بتاعت طرق موجودة، ومشكلة بتاعت أحزاب، ومشكلة بتاعت ناس مجارمة شيوعيين وغيره، كلهم بتلقاهم في البلد دي. البلد دي انت المفروض تبدأ بالمشاكل العقائدية التي تتعلق بالإيمان وبالتوحيد، لأنه دي الوصية بتاعت ربنا وصيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. في ناس شيوعيين قاعدين في الجامعة دي والحمد لله بيجوا زايغين. زمان كان عندهم بيت واحدة بيجيبوها يحشدوا بها في الركن. طبعا التنظيمات دي ما عندها حياء ولا عندها أسلوب، ولا تخاف من الله ولا من الناس. ممكن دي عشان تجيب لك الطلبة وتجمعهم لك، كنت أسوي أي حاجة، كنت أسوي أي شيء. والله مرة في جامعة النيلين واحدة شيوعية بتتكلم وفاتحة الزراير بتاعتها تتكلم للطلبة، بعد ما يشوفوا إنه الطلبة جو كتار بيقوموا يجيبوا واحد يتكلم. لما يجي الواد يتكلم الشباب بيقوموا يفرتقوا بيجاي دي تاني بتطلع فوق. والله أساليب خسيسة جدا، أساليب بتاعت وساخة وضاع. واحد بيتكلم معي امبارح القريبة دي قال لي الناس ديل رسلوا لواحد، رسلوا له بيت في الجامعة دي ذاتها تنظيم، رسلوا له بيت وداك مسكين مغشوش قايلة كويسة، فعشان بقت تجيبه مع الشعبيين لغاية ما بقى يقول الله ما في ذاته، لأنه أصلا دي حقيقة منهج الشعبين. لأنه الإيمان بالقبر والإيمان بالآخرة والإيمان بالله ده كله غيب، وربنا مدح المؤمنين إنهم يؤمنوا بالغيب. فإذا داير تؤمن بالقبر زي ما قال الترابي، تفتح القبر تشوف زول ينعم أو زول يعذب حتى تؤمن بهذا الغيب، كذلك الواجب عليك بنفس منطقك الواجب عليك أن ترى الله أو أن تحس الله بالحواس الخمس حتى تؤمن بالله، نفس المنطق واحد. وإذا كان ده باطل فده برضو باطل، عرفتها؟ فده كلام عجيب جدا. فديل من أساليبهم الخبيثة، عرفتها؟ يودوا معاك بيت أو تورطك في مشكلة بتاعت تصوير وفيديو وحاجات، بعد شوية تكون دار تمرق ما تلقى طريق، فهمتها؟ أو تتورط في انها تخش لك في شبكه بتاعت اجرام يقبضوك معاهم او يبقوك مروج بتاع مخدرات وانت ما عارف، فهمت؟ ومشكله كبيره جدا. واحنا بنعرف طلبه عقولهم فات، بل في واحدين كان بيخشوا لنا في الجامعه واحد تلقاه سكران عديل راح يقول لك انتوا جايين من وين؟ لا يعني انت شايفني انا جاي من وين يعني؟ شكلي كده يعني السامبول اللاقاك ده بكون جاي من وين؟ فهمت؟ فزول غريب واحد تلقاه واقف عديل لمبه، فهمت؟ بتلقاه بيشرب، واحدين تلقاهم بيلفوها يا زول الشغل ده قاعد، فهمت؟ انت قال اسي الدوله الان بقت تدفع رسوم لناس الشرطه ديل في الجامعات ليه؟ ما في شغل زي ده قاعد في الجامعات دي، عشان كده تبعد بعيد من التنظيمات والاحزاب دي، والله ورطوك ورطه ما تكتشفها الا يوم القيامه. وفي عصابات شغاله، في عصابات، واحد قال لي من العصابات
بيجوا يعلموا البنات ذاته الشغل ده بالبودرة. قال طبعا بعض البنات الله يهدين عندهم سلام بشنو؟ بالخد. ديك تاخد تلا بودرة هنا ودي تسلم عليها ثلاثة أيام تتكيف من السلام ده، بعد ذاك تبقى كايسة ديك وينا وديك تزوغ منها، تخليها أسبوع تتنجم تمام، بعد ذاك تقول لها البودرة دي بكده. ودي الآن بقت شنو؟ ما شغالين في الشباب كده، يبقوك مدمن وتبقى أنت عبارة عن نقاطة بالنسبة لهم، شغالين كده. ها؟ يا أخي قبل سنوات ثلاثة ولا أربعة سنة قبضوا شحنة بتاعت مخدرات خشت الخرطوم، نص قبضوا نصها والنص الثاني قالوا خشى الجامعات السودانية توزيع خيري، بانجو توزيع خيري، فهمت؟ أنا ما عرفت خيري في بيات وفهم. فالأحزاب دي أبعد منا والله. بعدين شوف أنت لو خشيت مع أي حزب ما بقوك مزول، قول لهم أنا ببقى معاكم مزول لكن مسكوني القروش، لا داير الرئيس لا داير غفير، بس مسكوني القروش دي ما بمسكوك ليها. بيقول لك لابد تترعرع، فهمت؟ ولابد تنشأ ولابد تبقى نشوف إخلاصك ومدى وده المجرم ذاته اللي بيعين فوقك ده، ده المجرم ذاته، عشان كده ما تبقى معهم. لو بقيت مع ديل هتبقى رئيس جماعة ولا رئيس حزب؟ ما بتبقى معهم. بعدين بتمشي للشعب السوداني بتاريخهم السيء، قال أنت ما كنت مشارك فوق ولا بجزء. يعني أنا أتحمل لي أوزار ناس بسبب إنه بس دخلت معهم بس. يعني أنت الليلة لو مشيت للشعب السوداني واقتنعت بالفكر بتاع الجماعة ديل، الشعب السوداني ده بحاسبك بكلام الشعبيين ديل تشت وبيلزمك لأنك خشيت معهم، لأنه ربنا قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا شنو؟ مثلهم. وكلام كثير. طيب نفتح آخر فرصة للحوار والنقاش، وأن ديل عندهم مسابقة قالوا دارين يوزعوا لها جوائز. في واحد شعبي كان الأسبوع الماضي قال في حديث ابن عمر قال إن الميت يعذب ببكاء الحي، قال السيدة عائشة غلط رحم الله ابن عمر ما قال. في الصفحة اللي بعديه قال الصفحة قال خذوا دينكم من الحميرة. طيب قال أخونا بيزال جزاه الله خير، قال الشعبي داري يوريك إنه القرآن والسنة بيتعارضوا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما روى حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وعائشة رضي الله عنها قالت وهل ابن عمر وأنكرت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. أول حاجة قبل نرد على الموضوع ده، هل الشعب بياخذ بحديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة؟ ها؟ بياخذ بحديث الآحاد هو؟ فوق إنه حديث آحاد، الحديث ده ضعيف ذاته، حديث ضعيف. خذ الحميرة، عائشة رضي الله عنها ما اسم الحميرة، والحديث ده ضعيف ما ثابت. فالزول ده عشان يثبت الباطل بتاعه يستدل بشنو؟ بحديث ضعيف، مع انه قال السنة شنو؟ ما بياخذ بها. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، حديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه ده عند العلماء بيسموا المثبت مقدم على النافي، لان المثبت عنده زيادة علم، لان ابن عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، وعائشة رضي الله عنها لم يبلغها الحديث، عائشة رضي الله عنها لم يبلغها الحديث، فهي أفتت بما علمت، وابن عمر رضي الله عنه أفتى بما سمع. عرفت؟ ده الموضوع، ده نمرة واحد. نمرة اثنان، هو ما تم الشبهة ذاته الشعبي ده، لأنه كان مفروض يقول لك كيف الزول يعذبه وهو ما عنده ذنب وأهل البكوا وهو ما بكى. العلماء قالوا أولا هذه لمن أوصى أن يبكي عليه أهله. ما في ناس بيقول لك هذول هوي ها بالله أنا لو مت ما تقصروا معي ها، زي الصوفية دل الواحد تلقاه قبل ما يموت بيحجز له قبر ها، تلقاه حاجز قبر في البنية كويس، فده زي ده يعذب. ليه؟ لأنه ده وصى أهله وما نهاهم إنهم ما يبكوا عليه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، العلماء قالوا ما أي عذاب يعني أن تمسه النار. ليه؟ لأنه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السفر السفر قطعة من العذاب. أنت لما تسافر بتحس بنار ها؟ ولا بتكون في شوق لأهلك
والبلد اللي قاعد فوقها يعني انت ما مرتاح فيها، وبتلقى والزول لو واحد تلقاه يسمع عليه اغنيه يبكي اوك والبلد وبتين يا يوم ما نرجع تلقاه صح، ده يسمى عذاب. فما يلزم من انه سموه عذاب انه فيه نار، فهمت؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا. فالعلماء قالوا التأذي الذي يحصل للميت هو انه يعني يتوجع ويتفجع مما يفعل اهله يا عش البيتات ويا الكنتلين الضراع اليمين ويا عمود البيت وكوك كوري، فهو يتأذى من هذا الكلام، فهمت؟ فابن عمر رضي الله عنهما اخبر بما علم وبما سمع، وعنده زيادة علم، وعائشة رضي الله عنها اخبرت بما علمت وسمعت.